الأمير هاري ينهار من البكاء، قرار صادم بحق ابنيه من ميغان ماركل بعد وفاة الملكة إليزابيث. لن يمنح ولدا الأمير هاري وميغان ماركل لقبي صاحب السمو الملكي وصاحبة السمو الملكي، تاركين الزوجين المنفيين مرة أخرى غاضبين من العائلة الملكية. فقد وافق والد هاري الملك الجديد تشارلز الثالث على منح لقبي الأمير والأميرة قريبا لحفيديه المقيمين في كاليفورنيا، وهما آرشي البالغ من العمر 3 أعوام وليليبت وتبلغ من العمر 1 عاما، وفقا لصحيفة صن البريطانية. ولكن بعد أسبوع من المفاوضات المتوترة رفض السماح لهما بأن يعرفا باسم صاحب السمو الملكي، وهي ألقاب جردت من والديهما عند تخليهما عن الأسرة المالكة والمملكة المتحدة في العام 2020. من جهته قال أحد المطلعين للصحيفة إن هذا هو الاتفاق، يمكن أن يكونوا أمراء ولكن ليس صاحب السمو الملكي لأنهم لا يعملون ضمن أفراد العائلة المالكة. وأضاف متحدثا عن دوك ودوكة ساسكس لقد كانا متصلبين منذ وفاة الملكة، قائلا إنهما كانا مصرين على أن آرشي وليليبت هما أمير وأميرة. كما أشار إلى أنهما شعرا بالغضب لأن آرشي وليليبت لا يستطيعان أخذ لقب صاحب السمو الملكي. ويأتي القرار بعد محادثات مكثفة خلال الأسبوع الماضي منذ أن أصبح والد هاري ملكاً لحظة وفاة والدته الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاماً يوم الخميس الماضي. يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قد استقالا بشكل مثير من واجباتهما الملكية وغادرا المملكة المتحدة عام 2020 واستقرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بحماية خاصة في الولايات المتحدة. In those months when I was pregnant, all around the same time, so we have in tandem the conversation of. ومن ناحية أخرى أبكى الأمير هاري الملايين بظهوره متأثرا خلال مشاركته في قداس لراحة نفس جدته الملكة إليزابيث. وفي التفاصيل فقد ظهر الأمير هاري في مقطع فيديو وهو يبكي محاولا مسح دموعه حزنا على جدته الراحلة.